الفترة اللي فاتت بقينا نشوف أعمال كتيرة متاخدة من أعمال أجنبية، أو بمعنى أصح بقينا نشوف النسخة العربي من أعمال أجنبية زي فيلم أصحاب الأعز، مسلسل سوتس بالعربي، قواعد الطلاق 45، زي الشمس وغيرهم وغيرهم. الحقيقة الموضوع ده بقى مقلق شوية، لأنه زي ما في نسخة عربية من أعمال أجنبية، في كمان أعمال عربية متاخدة بالحرف من أعمال أجنبية زي ما بيقولوا. وده طبعا بيخلينا نفكر ونسأل نفسنا، هو في إيه؟ هل ده حاجة هتفيد الدراما، ولا هل ده إفلاس فكري واستسهال، ولا إيه هو الموضوع بالظبط؟ وهل الظاهرة دي لو استمرت ممكن يأثر على الإنتاج الدرامي المصري الأصيل اللي كلنا عارفينه؟ وبما إن الموضوع ده فيه شك وفيه تفاصيل كتير، هنعرف أكتر عن الموضوع ده من الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى الكيلاني. أهلا بيك وبرحب بيك في ترندز. أهلا بيك. يعني في البداية، إيه رأيك في الموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه ده؟ هل تمصير الأعمال الأجنبية بيفيد الدراما العربية أو المصرية بشكل يعني على وجه التحديد؟ لا، هو طبعاً مش هيفيد أي حاجة، يعني خلينا واضحين. يعني ممكن مثلاً يتعمل حسب نسبته، مثلاً يعني لو أنا بعمل ده في نسبة مثلاً 5% من الأعمال، أقول ماشي، أقل من كده تمام، لكن أكتر من كده طبعاً ده خطر. لان انا في الاخر انا عندي كتاب سيناريو، عندي افكار كتير جدا جدا، انا اصلا يعني بلاد ومجتمع مليان بالحكايات والحواديت طول الوقت، فانا ادور ليه على حواديت بره؟ انا عندي تراث قد كده، لو انا عايز اعمل مسلسلات تاريخيه هعمل، لو انا عايز اعمل مسلسلات اجتماعيه هعمل، لو انا عايز اعمل اكشن هعمل، لو انا عايز اعمل حربي ووطني هعمل، فانا عندي 100,000 حاجة أقدر أشتغل فيها من خلال من 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 أفكاري ومن تراثي ومن من دماغ أوريجينال بتاعت السيناريستات والكتاب المصريين. لكن أنا كمصر، لا، أنا عندي كتير جدا، عندي حاجات كتير قوي قوي. فأنا بالنسبة لي أقدر أعمل أفلام ومسلسلات وبرامج وأفكار بتاعتي أنا، مش متاخده من الخارج. مثلا عندنا عملوا قواعد الطلاق 45، نجح شويه، تمام جميل. ستات بيت المعادي ماشي، متاخد من حاجه اجنبي ونجح. بس في الاخر ده ممكن يكون زي ما قلت لحضرتك بنسبه 5% بالكتير قوي من مجمل الحلقات اللي بتنتج في مصر، انما اكتر من كده لا، ده يبقى خطر على الدراما، خطر على كتاب السيناريو المصريين، خطر على الافكار. انا بستورد ايه بالظبط؟ يعني هل انا بستورد حاجه تناسب مجتمعي ولا لا؟ انا بستورد حاجه تنفع تتعمل عندي بافكاري ودماغي ولا لا؟ احنا شفنا الازمه اللي حصلت على فيلم اصحابه الاعز. طيب خليني اتكلم مع حضرتك على الفيلم ده. الفيلم ده اترجم لاكثر من نسخه، يعني في نسخ منه فرنسويه وايطاليه في حوالي 18 نسخه من في 18 نسخه من بيرفكت سترينج. فليه احنا شايفين ان يمكن ده حاجه، بدون ان انا اتكلم عن عمل بعينه، لكن ليه شايفين ان ممكن تمصير الاعمال دي ممكن تبقى حاجه سلبيه، مع ان في دول كثيره قوي بتترجم، حتى في اعمال بان ارب اترجمت لنسخ اسبانيه كمان. تمام. انا عندي النسخه الاصليه، احنا اتفرجنا عليها في مهرجان القاهره السينمائي وحصل جائزه السيناريو بالمناسبه. اوكي. لكن في الاخر لما جينا عربناه وعملنا النسخه اللبناني اللي هي اصحابه الاعز، اولا من بدايه الاسم اصلا اسم غير كاتش، الاسم مش حلو، مش لطيف، ملوش علاقه من بفكره الفيلم اصلا، ده اول حاجه. ثاني حاجه، التعريب لما اتعمل ما اتعملش بشكل جيد، سيناريو وشغل مخرج كان ضعيف جدا جدا جدا. ماليش علاقه اصلا بالافكار اللي الناس اعترضت عليها، لانه في الاخر دي اراء، وكل واحد ممكن يكون عنده وجهه نظر مختلفه عن الثاني. لكن انا بتكلم على محتوى فني. محتوى فني هو 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 فيلم اقل بكتير جدا 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 من النسخه الاصليه. وبالمناسبه معظم النسخ اللي اتعملت من بيرفكت سترينجر ما فيش فيهم نسخه جيده، يمكن حتى ده النسخه اللبناني دي افضل كمان من النسخه الفرنسيه. النسخه الفرنسيه ضعيفه جدا جدا.
طبعا وجهة نظر حضرتك تحترم جدا، كل الشكر ليك الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى الكيلاني على وجودك معنا في ترندز.